السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة تحضير لشهادة الـ RCSI. Okay. في حصة الأمس كنا شفنا بداية الـ Permission، كيف نتعامل مع الـ Permission، كيف نتعامل مع صاحب الفولدر ولا الفايل، مجموعة الفولدر ولا الفايل جروب، ومختلف في البرميشن اللي ممكن تطبق عليهم. اليوم راح نواصل مع البرميشن، راح نشوفه نوع تاني من البرميشن، لأنه البرميشن في لينكس عندكم عدة طرق للعمل بها، منها ستاندر برميشن اللي شفناها بحصة البارحة، اليوم اكسس كنترول ليست، فيه اكستندد اتريبيوت، فيه عدة طرق يمكن واحد يزيد فيها امن ما يخزنه في الديسك. خلينا نرجع ونشوف البارح، انه شفنا مثلا عندنا فايل RWR، هنا عندنا RCSR، وعندنا اسم الفايل اللي هو فايل. فهمنا البارح أنه هذا تخص الأونر اليوزر، وهذه تخص الجروب مجموعة، وهذه تخص الأوذر الآخرين. أوكي، معناتها صاحب هذا الفايل حاليا هو RCSI، وكل اليوزرز والمستعملين اللي ينتميوا للمجموعة RCSI عندهم هذا البرميشن كذلك. اللي ما هوش اونر ولا ما ينتميش للمجموعة RCSI تطبق عليه البرميشن في الخانة الأخيرة. أوكي، الآن السؤال يطرح، عندي يوزر آخر اللي هو ديمو. أوكي، المشكل أن ديمو ما ينتمي للمجموعة RCS، معناتها إذا شفنا أي بيرميشن راح يتطبق على هذا اليوزر معناها راح يكون في هذه الخانة. المطلوب الآن أنه نضيف البوسيبيليتي، نعطوه إمكانية تعديل في الفايل، معناتها يكون عنده write permission. باستعمال standard permission الحل الوحيد اللي عندكم هو أنك تحط ال W على ال other، لأنه ديمو محسوب على ال other. فيه الناس اخرين يقول لك لا ندخله في الجروب RCSI، لا، لان الجروب مش اختصاصك، مش ندخله في الجروب حكايه اخرى. خلينا نقول انه هذا يمكن تغيره انت، لكن المشكل انه اذا غيرت هنا W كل الناس تصبح بامكانها تغير في هذا الفايل، وهذا بسبب هذا المشكل تم إدخال نوع ثاني من البرميشن اللي هو الأكسس كنترول ليست، ولا معناتها أن يكون عندك برميشن على السلكتد يوزر ولا السلكتد جروب، نسميهم في الأكسس كنترول ليست في الأسيال نيمد يوزر والنيمد جروب. أوكي، وراح نشوفه أنه التغيير في الستاندر برميشن استعملنا الأمر CS mode CH mode. أوكي، لكن في الأسيال إذا رحنا للأسيال نستعملوا شيء تاني. هنا باش نشوفوا البرميشن نعملوا ألاس ماينس L. في الأسيال كل شيء يتغير، يكون عندك علشان تشوف الإكيفالنت نتاع الألاس هو get file ACL. عشان تعمل change راح تستعمل مكان get set
فصيل set file أصيل على الفايل ولا على ديركتور. أوكي وراح يكون بال تعمل get فصيل على الفايل ولا على ديركتوري ونفس الشيء هون على الفايل ولا على الديركتوري. لكن هنا إذا حبيت تعمل modification راح تزيد minus f modification. أوكي ونزيد اليوزر مثلا اللي راني حاب نعطيه ال permission اسم اليوزر مثلا ديمو والبرميشن اللي حاب اعطيه مثلا راح ازيد له بس W ولا امكانيات تغيير محتوى الفايل. وفي هذه الحاله راح يكون عندك شيء ثاني ينضاف في الاخير هون اللي هو البلاس. البلاس معناتها ان هذا الفايل مطبقين عليه الاصيل مطبقين عليه الاصيل. اذا ما في اسئله بالنسبه لهذا المفاهيم يمكن نروحوا على اللاب. اذا ما في اسئله يمكن نروحوا على اللاب. اوكي خلينا نروحوا على اللاب نستفادوا اكثر. نروح نشوفوا انا في الداتا اللي انشأناها بالأمس وراح يكون فيه فايل ديركتوري. إذا شفنا الفايل روت هو فايل صاحبه هو روت والجروب اللي ينتمي إليه والمجموعة اللي تنتمي إليه هي الروت. اليوزر صاحب الفايل عنده permission read و write بس الآخرين read only معناتها حتى أفراد المجموعة root عندهم بس المضيف إمكانيات تصفح محتوى الفايل. خلينا نرجع على الفايل RCS. هنا الشيء تغير أنه ال write البرميشن اعطيناه الاثنين من اليوزرز اليوزر ار سي اس اللي هو صاحب الفايل وكل اليوزر اللي داخلين في المجموعه ار سي اس. اوكي بس الاخرين ما عندهم البوسيبيليتي انهم يكتبوا في الفايل ما عندهم البوسيبيليتي الامكانيه انهم يغيروا محتوى الفايل. إذا شفنا الجروب على سياسة ديمو خلينا نشوفه اي دي ديمو ينتمي لأي جروب بس للجروب ديمو لكن لا ينتمي للجروب على سياسة والمجموعة على سياسة. راح نروح على الفولدر ونشوفه إذا كان بالإمكان تغيير المحتوى. Permission denied. Okay. خلينا نروح ونغير شيء فيه. Test from demo user. ونعمل W ونخرج يقول لي هذا read only. بس أنا عندي أصلا عليه ال W. هذه حكاية ال W من غير ال الآر هي اللي تخليك تستعمل W مع علامة التعجب اللي أغلب الناس يطرحوا السؤال علاش نستعملوها. تستعملها في حالة كان عندك الورايت على الفايل بس ما عندك البوسيبيليتي أنك تقرأ ما عندك الريد. أوكي وهنا شفنا إذا عملت فايل كات ما عندي البوسيبيليتي ان نقرا محتوى اني اقرا محتوى الفايل بس عندي البوسيبيليتي ان اغير فيه. مين جبت هذه البرميشن؟ البرميشن هذا جبته من الاصيل. خلينا نشوفه الفايل
اوكي. وهنا شفنا شيء ثاني، اسم الفايل، صاحب الفايل، والجروب، المجموعة اللي ينتمي لهذا الفايل. اوكي، اذا شفتوا هنا معناتها هذه البرميشن تاع يوزر، اذا ما كان اسم هون معناتها اسم اليوزر، وهنايا معناتها اليوزر صاحب الفايل اونر عنده ريد ورايت، بس الديمو عنده بس ورايت، عنده بس ورايت. وشفتوا انه يقدر يكتب لكن ما بيقدر يتصفحها، اللي هي الار اللي بتخصناها. الجروب جبناه من الاخر، وهنا عندكم الاوذر عندهم بس الار، والماسك راهو فيها. شو معناتها الماسك؟ الماسك مش نفس الشيء مثل الاي ماسك في الستاندر بيرميشن، هنا معناتها ما هما البيرميشن اللي اعلى بيرميشن يمكن تعملهم على الفايل. مثلا انا ريد او رايت، بمعنى اخر اذا انا نزعت الدبليو ولا مسحت الدبليو من الماسك، ديمو عنده له رايت بس عمره لا يقدر يكتب فيه لانه ممنوع بالماسك، لانه ممنوع بالماسك. شو معناتها؟ انه الفايل البرميشن الوحيد المسموح به على هذا الفايل هو الار. حاليا البرميشن المسموح به هو ار ودبليو، وفي هذه الحاله الديمو ممكن يكتب على الفايل. اوكي، راح نشوفوا نفس الشيء، بس الحاجة الثانية اللي تشوفوها انه اذا شفت البلاس هون معناتها ان فيه اصيل محطوط على الفايل. مثلا فايل روت ما فيه اصيل، الفايل روت ما فيه اصيل. اوكي، فايل روت ما فيه اصيل. بالنسبة للفولدر عندنا نفس الشيء، راح نشوفوا الاصيل اللي في الفولدر. اوكي، جيت فاصيل على الفولدر، وهنا تغيرت بعد الشيء، يا فيها نفس الاشياء اللي عندنا على الفايل من الاوذر حتى، لكن عندنا شيء جديد اللي هو الديفولت. اوكي، شو معناتها الديفولت؟ اذا قرينا الان، اذا قرينا الان الاكسس ليست بالنسبه لهذا الفايل، كيف راح نقروها؟ اليوزر، اوكي، هذه تتغير بسي اش مود ولا نقدروا نغيروها بالاصيل؟ نفس الشيء. اوكي، الجروب هو صاحب الجروب، افكتيف جروب على على الديركتوري، لكن الجروب ويل عنده كل الصلاحيات على هذا الريبرتوار، على هذا الديركتوري. اوكي، راح نرجع بعدين على هذا الجروب وماذا يمثل في السيستم. الماسك هنا اللي هو البرميشن authorized باي ذا سيستم اللي هو ار دبليو اكس، وبالطبع عندك الار والاكس على الاوردر، لكن في شيء جديد اللي هو الديفولت. ديفولت شو معناتها الديفولت؟ الديفولت هي البرميشن اللي راح تطبق على الفايلات ولا دايركتوري اللي راح يتم انشائهم مستقبلا في الدايركتوري، اللي راح يمكن انشائهم انا مستقبلا في الدايركتوري. معناتها هذا البرميشن تخص الدايركتوري في حد ذاته. اوكي، وهذه تخص الديركتوري بس، والفايل والديركتوري اللي راح يكونوا في هذا الديركتوري. معناتها انه ممكن اذا كان عندك اسيال بس على الديركتوري وما طبقت الديفولت، ما اضفت الديفولت على الديركتوري، معناتها انه هذا الاسيال متطبقة بس على على الفولدر بحد ذاته.
الفايلات اللي راح يكونوا في هذا الديركتوري ولا ديركتوري اخر، ان راح ننشئهم في هذا الديركتوري ما عندهم اسيال ديفولت اسيال، هذه معناتها الديفولت بالنسبه للديركتوري. خلينا نروح الان كيف نتعامل مع كيف نغير فيه. مثلا اذا رجعنا على ندخلوا على نروحوا على data، راح نشوفوا انه مثلا انا ك يوزر عادي ما عنديش possibility، حتى لو عملت هيك ما عنديش possibility اني، لانه ما عندي حق نكتب فيه. راح نخرج وراح نعطي هذا الحق لأراسيا سامروت. كيف نعمل هذه؟ set facial okay change، راح نقول له راح نغير شكون هو اليوزر اللي راح يعطيه هذا البرميشن، واي برميشن راح تحطه على هذا اليوزر اللي هو rw، على اي فايل اللي هو فايل روت. اوكي خلونا نشوفه من جديد، راح نشوفه انه طبقت شيء اللي هو البلاس، معناتها اني حطيت اسيال على هذا الفايل. اذا صفحت الاسيال اللي عندي على هذا الفايل راح نشوف انه زدت شيء سميته يوزر، انه هذه البرميشن هو البرميشن العادي، لكن هذا البرميشن هو البرميشن المخصوص بالنيمد يوزر RCS. راح ارجع من جديد على الفايل تيست فروم RCS يوزر واعمل وتمكنت اني اكتب عليه عادي، مع اني اذا شفت حاليا انا يوزر معناتها مطبقه علي هذا الخانه من البرميشن ما عندي حق اني اكتب فيه. راح نشوفه شيء ثاني، اذا غيرنا في الماسك هون ونحينا ال W، كيف نغيره الماسك بنفس الشيء، بس راح نديره الماسك نخليه بس الار على فايل روت. اوكي ونروح نشوفه تغيرت روت، هذه ما تغيرت، ونروحوا نكتبوا فيه من جديد نيو لاين. اوبس مستحيل اكتب عليه لان الكتابه صحيح انها معطيت لي على الاساس، لكن منعني الماسك من اني اكتب، وهو حاط لك هنا قدامها مباشره امامها انه صحيح انك عندك W، عندك الإمكانية تغيير محتوى الفايل، لكن أنت مرغم عليك أنك يكون عندك فقط الريد، لأن هذا تم تطبيقه بالماسك، تم تطبيقه بالماسك. أوكي خلينا نشوفه شيء ثاني، مثلا إذا حبيت نغير على إذا حبيت أغير على ال الديفولت، مثلا أرجع هنا حنشوف get facial على الديمو، راح تشوف أن الديفولت جروب ويل راح نزيدوا له البوسيبيليتي أنه يكتب ورايت. set facial default، باش نقول له ان الديفولت الجروب اللي هو ويل، هنا حذاري من هذا الغلطه انه شو خاصني نزيده ورايت
راح تشوفوا انه ما زاد. هذا معناتها كل البرميشن راح يصبح ورايت. قم بمسح كل البرميشن، تخلي بس ورايت. اذا حبيت تجاوب على السؤال بطريقه احسن، اني اضيف W للبرميشن اللي كان قبل، معناتها نحط البرميشن الاول ونزيد الشيء اللي كان ناقص. اوكي، مثلا اذا رجعت وشفت الان، راح يكون عندك جروب عنده possibility انه يدخل ويعمل ديليت لاي فايل اللي عنده في هذا الديركتور، اللي عنده في الديركتور. لان هذا شيء اللي بالمفروض نتعامل معاه لما نستعمله ديفولت. مثلا اذا حبيت ننزع هذا الديفولت، راح نحيه، معناتها امسح هذا البرميشن اللي اضفته. راح استعمل set facial minus x، اوكي ديفولت، لان انا اللي يهمني هو الديفولت. اوكي، جروب وير، ونقوم ب اذا رجعت على راح تشوفوا انه اليوزر، اذا حبيت تحي بس على بيرميشن واحد، تروح تعمل مباشرة من غير الدي. اوكي، من غير الدي معناتها الاكس هي الاوبشن اللي نستعملوه عشان نحيو ولا نمسحو الاشياء اللي او البيرميشن اللي اعطيتهم على على الفايل. كاين طريقة أخرى، مثلا خلينا نشوف مثال تاني. مثلا راح نشوف أنه عندي فايل، راح نتوش فايل روت 2، راح تشوفوا أنه ما في أصيل. أوكي، ما في أصيل، لأنه أصلا الداتا اللي هو البارنت ديريكتوري ما حاطين عليه اصيل، معناتها ما راحش يكون عنده هو اصيل باي ديفولت. شو راح نديرو احنا؟ يا نروحو نطبقوا الاصيل اللي عندنا على الفايل روت. اوكي، معناتها راح ندير جيت فاصيل فايل روت. اوكي، عمل البايب set facial. اوكي، هذه معناتها راح نقرا من الفاصيال، ومن بعد راح نزيد set file، وتعمل اسم الفايل اللي حاب تحط عليه، الفايل الجديد. اوكي، اللي هو عندنا root. اوكي، اذا شفت الاسم الجديد راح يكون عندك أصيال نفس الأصيال اللي على البوت. خلينا نشوف الأصيال الاثنين. get فاصيال file root، راح يكون عندك نفس الأصيال اللي حطيته على الأول محطوط نفسه على الثاني. وهذه طريقة أنه واحد يستعملها كي يكون عنده مثلاً أصيال تحط بطريقة معقدة كثير من الأصيال اللي تحطوا على الفايل، ونشوفهم. هذه الأشياء الأصيال اللي منحطوه على 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 شيء ثاني. إذا كنت حاب تعمل أصيال على الفولدر، من المفروض أنك تستعمل set facial minus r، اللي معناتها recursivity،
اوكي اللي معناتها ريكورسيفيتي على كل الفايلات اللي في، اذا ما حبيت انك تاخذ الديفولت اسيال اللي محطوطه على الفولدر مثلا، ولا الفولدر عنده اشياء جديده. هذه اغلب الكوماند اللي نستعملوها على فيه شيء ثاني يمكن تستعمله set facial على file root 2. راح نشوف باللي get facial file root 2 ما بقى فيها facial، كله راح ماينس بي راح تعمل ديليت لكل الاصيال المحطوطين على الفايل ولا الديركتوري اللي انت حاطه على. هل فيه اسئله فيما يخص الاصيال؟ لانه بوينت كتير كتير مهم هذا ما يتعلق بالاصيال. احنا شفنا البارح الستاندرد بيرميشن، اليوم شفنا بيرميشن اخر اللي هو ACL ولا Access Control List عشان يكون عندك، ولا الطريقة اللي تخليك أنك تعمل Selective Permission. أوكي هذا فيما يخص الأصيل. هل فيه أسئلة فيما يخص الأصيل؟ كل شيء واضح الحمد لله.